خلينا ناخد معانا على التليفون الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك. إيه الأخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله، أشكرك شكرا جزيلا. دكتور، واضح جدا أنه الإفراجات بتتم بمنتهى الانتظام، بس أنا أدعي أن في مشكلة عند بعض المستوردين، مش هقول كلهم، بيحبس الحاجة عنده أملا في أنه يقدر يطرحها بعد شوية بسعر أعلى لما السوق يعطش حبتين، وبالتالي المربي في حالة المواشي أو المنتج بتاع الدواجن وبيض المائدة طلع عينه ومش عارف يهبط السعر، صح ولا أنا غلطان؟ يعني الأول اسمح لي أشكر حضرتك، وطبعا احنا شايفين الدولة بتاخد إجراءات جادة، يمكن من أول ما كان في اجتماع حصل بين رئيس مجلس الوزراء وأستاذ رئيس مجلس الوزراء والمنتجين ويوم 16 أكتوبر، وإحنا متابعين بشكل أسبوعي، وكان في تعليمات واضحة إن يبقى في كوتا دولارية علشان يتم الإفراج عن الشحنات بشكل مستمر، وده إحنا بنتابعه أسبوعيا، كل أسبوع بنتابع شحنات وإفراجات بتخرج من المواني علشان تلبية احتياجات السادة المربين. كان في إجراء تاني إن إحنا تم التنسيق مع السادة المستوردين، وأظن يعني في يعني اهتمام كبير من الدولة واضح بفكرة تدعيم هذا القطاع، قطاع الإنتاج الداجني، وشايفين كل ملامحه موجودة، الدولة بتشتغل في هذا القطاع بكل مؤسسات. خلال الاجتماع مع السادة المستوردين تم التأكيد إن الدولة بتسمح بإن يبقى في تلاعب، عشان إحنا بنخرج شحنات كبيرة بكميات كبيرة، الدولة أفرجت بعد الإفراج الأخير اللي حضرتك قلت عليه في المقدمة يا يوسف، إحنا بنتكلم في 2.6 مليون طن دول ما اتخرجوا من أول شهر أكتوبر، من أول 16 أكتوبر لحد ما إحنا آخر إفراجة حصلت، منهم 1,831,000 طن ذرة و 779,000 طن صويا، ده بإجمالي كام؟ 1.3، إحنا عدينا 1.3 مليار دولار الدولة خصصتهم من مواردها علشان تخدم المنتجين وتوفر لهم احتياجات. حلو. فبالتالي اي تلاعب يحصل من اي مستورد ده امر غير مسموح به، واحنا بنناشد برضو الساده المستوردين ان هم يعني احنا في ظرف وفي ازمه دوليه وفي ظروف الازمات الامور بتدار يعني بشكل تعاوني اكبر وبيكون في تنسيق اكبر، واحنا في ازمه دوليه كبيره ومتكرره وازمات متتاليه، فالعالم شايفين قد ايه في تحديات موجوده، فاكيد كلنا لازم نتكاتف، فمن خلال منبر حضرتك الاعلامي برضو بنناشد الساده المستوردين. لكن على الجانب الاخر في الاجراءات الحكوميه هنلاقي الدوله المصريه بتقوم بتشكيل لجان، واحنا عندنا في لجنه تم تشكيلها برئاسه نائب الوزير للثروه الحيوانيه وبعضويه كل الاطراف المعنيه، سواء البنك المركزي، اتحاد منتجي الدواجن، التموين، وزاره التموين، جهاز حمايه المستهلك، كل الاطراف، حتى كمان مجلس النواب كجهاز رقابي موجود كمان في هذه اللجنه، بحيث ان احنا يبقى في متابعه للسوق للافراجات اللي بتخرج والكميات اللي بتخرج ومدى توفرها في السوق، وهل في حد بيخزن هذه الكميات ولا لا، وفي ضبطيات بتحصل لاي حد بيتلاعب، فالاجراءات هتزيد اكيد وهيبقى في تنسيق اكبر، ده على المدى القصير. اما على المدى الطويل احنا بدانا نتجه لفكره الزراعه التعقيديه والتوسع في زراعه الذره والصويا محليا، واكيد ده هيبقى له مردود ايجابي في الفتره المستقبليه ان شاء الله او الفتره المقبله، ان احنا نلبي احتياجات المزارع عندنا واحتياجاتنا من المحاصيل العلفيه محليا من خلال توسع فيها في منظومه الزراعه التعقيديه. طيب.